إن هذا الموعد السنوي لا يرتبط فقط بالاحتفاء بأحداث المندوبية العامة، وإنما يشكل أيضاً محطة متجددة لتكريم موظفي قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، ومناسبة سنوية للوقوف على ما تحقق من منجزات ومكاسب واستشراف المشاريع المستقبلية المنشودة ورفع التحديات المنتظرة. وقد جاء اختيار السجن المحلي الجديد بالعيون مقرا للاحتفال بهذه الذكرى هذه السنة في سياق افتتاحه لتعويض السجن المحلي العون المعروف بالسجن لكحل الموروث عن فترة الاستعمار، والذي كان محط انتقادات من طرف هيئات وطنية ودولية نظرا لبنيته التحتية المتهالكة وعدم استجابة مرافقه لمتطلبات الأمن والتأهيل لإعادة الإنتاج. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وهزة بخير. والحمد لله. شوية صحة مزيان. الحمد لله. كاين شي تحسن صحة الأول؟ وكاين تحسن بفضل الله سبحانه وتعالى والموظفين ديال المندوبية. المهم حنا لا ما ناسيكش، راه اليوم عندك حصة ديال الترويض ومريضة هي معايا. يلا عاوني باش تشوفي الصحة يلا. لجلالتكم العهد الأوثق والمقدس على عمل إدارة السجون وإعادة الإدماج، وبمناسبة أحدث فيلم لا تتوفر على مجموعة من المرافق اللي غادي تساهم وغادي يمكننا تنزيل استراتيجية المندوبية العامة على الأرض في الواقع، على اعتبارنا كانت بناية هشة، بناية صغيرة، وبذلك كانت لا